لوحات فنية نادرة، تلك التي تصنعها هذه المناظر الطبيعية الساحرة لأشجار الزان بالغابة المتواجدة بأعالي منطقة غدير الكبش ببلدية بوراوي بالهاد في جيجل. حاجة ما كانش، وكما جاتش حاجة مليحة ما نجيوش ليها من ميلا. كاينة واحد 40 كيلو هنا، نجيوها بالطوموبيل نزيدو نقاري ونطلعوا ابي، بارتو ما كانش طريق والدنيا نجيو ابي. نورمال هذه بلاصة فيها الطريق توصل حتى لهنا، تلقى لي فامي يجيو لي فامي، ميم لي فامي كيجيو هنا. مساحة شاسعة تتوفر على هذا النوع من أشجار الزان التي جعلت من المنطقة مقصدا للسياح القادمين إليها من مختلف الولايات. والله ما كنت انتظر أنه عندنا في بلهات بوراوي بلهات منطقة كما هذه، منطقة سياحية من أروع المناطق. رحت الجملة، رحت البنياجيس، رحت الإيراقن. راكم تشوفوا في السواح راهم هنايا من ولاية ميلا ميجيو هنايا، ورانا في الخريف وكان جينا في الربيع وفي الصيف تشوفها أكثر من هذا الشيء. الأسبوع اللي فات جاو جماعة من جيجل وجاو من الآخر وباتوا هنا باتوا ليلتين. في انتظار التفاتة سريعة من السلطات لاستغلال مثل هذه المناطق الطبيعية العذراء، تبقى مناظرها الساحرة وجهة سياحية بامتياز وعلى مدار الفصول الأربعة.